اهلا بكم في حلقة جديدة من كوليكت انيمالز. ان شاء الله هنستكمل كلامنا عن الحيوانات النادرة والمهددة بخطر الانقراض في القارة الافريقية. والحقيقة هنتكلم على واحد من الحيوانات المعروفة جدا في افريقيا، وهو حيوان الضبع. والحقيقة الضبع بيتواجد باربع انواع مختلفة في القارة الافريقية، هو الضبع البني والضبع المخطط والضبع المرقط وذئب الارض. والحقيقة كلها بتتواجد في القارة الافريقية وبعض اجزاء من اسيا. النهاردة هنتكلم على الضبع المخطط، والحقيقة كوليكتا بتقدمه بشكل مميز جدا وبشكل مختلف جدا، وده يعني بعتبره من المجسمات المميزة، لأن تفاصيل الجسم زي ما احنا شايفين كده هنلاحظ انها دقيقة جدا، وتدرج الألوان هنلاحظ ان هو بشكل رائع جدا. هنلاحظ هنا ان هو باللون الرمادي او المائل الى اللون الرمادي، بالإضافة لوجود خطوط سوداء على الجسم من بداية من الحلق وحتى آخر الظهر، بالإضافة إلى شكل الشعر الكثيف حول سلسلة الظهر. نلاحظ هنا وجود شعر كثيف جدا، وده بيميز دقة التفاصيل التي تقدمها كوليكتا، بالإضافة إلى شكل الأنف وحدبة الأذن وشكل الذيل زي ما احنا شايفين كده. الذيل بيبقى باين بشكل كبير جدا، وبالنظر لأسفل المجسم هنلاحظ هنا وجود تفاصيل أصابع الأقدام بشكل كبير جدا، ودي حاجة مميزة جدا. تراوح ارتفاع ما بين من القدم حتى أعلى الكتف لحوالي 75 سنتي. أما بالنسبة طول الضبع الأفريقي ما بين الأنف حتى آخر الديل بيتراوح ما بين 1 متر إلى 1.15 متر. هنلاحظ هنا وجود بعض التفاصيل زي الأنف المدببة والشعر الذيل كثيف الشعر زي ما احنا شايفين كده. والحقيقة هو مجسم مميز جدا، بالإضافة إلى وجود الوجه باللون الأسود والخطوط البيضاء في أسفل القدمين زي ما احنا شايفين كده. هنلاحظ وجود التعريق في القدم. والحقيقة كوليكتا تتميز في هذا المجسم بشكل كبير جدا. تميز الضباع المخططة بأنها على وشك الانقراض. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نشوفكم الحلقة اللي جاية مع حيوان جديد من الحيوانات كوليكتا رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.